قاسم وكابتن محمد يوسف، ونبارك بقى الكابتن محمد يوسف على توليه تدريب نادي طلائع الجيش، بس بعد الفاصل بقى ان شاء الله. التحيه لك زميلي العزيز كابتن كريم حسن شحاته، كل التحيه لمتابعي ومشاهدي الكوره كل يوم على شاشه الحياه في كل مكان. ضيفنا النهارده واحد من نجوم كره القدم المصريه اللي تالقوا في الفتره الاخيره، هو لاعب وسط نادي الاتحاد ومنتخب مصر القومي مروان عطيه. مروان برحب بيك في البدايه على شاشه الحياه وبرنامج الكوره كل يوم، ونقول لك تحيات كابتن كريم حسن شحاته. حبيبي يا مصري برحب بيك وبرحب بالكابتن كريم حسن شحاته، ويا رب تكون حلقه كويسه كده ان شاء الله. طبعا في البدايه لازم نبارك لك ونبارك للاتحاد على البدايه القويه والنتائج. توقعتوا يا مروان البدايه القويه دي وانكم تكونوا متصدرين الدوري في اول 3 اسابيع؟ اكيد طبعا توقعنا البدايه ديت عشان احنا عاملين فتره اعداد كويسه جدا ومركزين من فتره الاعداد، وبنتكلم مع بعض كويس جدا، حتى الجهاز برضو كان قافل علينا بشكل كويس، والإدارة ومجلس الإدارة كان بيتكلم معانا وبيحفزنا بشكل كويس، والحمد لله دي نتيجة الكلام والشغل والتعب يعني، الحمد لله في المعسكر والتركيز. الاتحاد قادر على المنافسة ولا هي ممكن تكون طفرة بداية والأمور ترجع؟ لا طبعا أكيد الاتحاد فريق كبير، طبعا فريق بمجلس إدارته بجمهوره، احنا فرقة كبيرة واللعيبة كلها لعيبة كبيرة على أعلى مستوى، كل لعيب عندنا في مركزه اسم كبير ولعيب كبير جدا، وان شاء الله هننافس السنه دي، حاطين احنا حافز لنفسنا وللجهاز وللاداره ان احنا ننافس السنه دي على المربع الذهبي ان شاء الله، ونلعب افريقيا باذن الله. فكره الانتقال لنادي تاني داخل مصر بيفكر فيها مروان عطيه؟ عندك طموح ان انت ممكن تلعب مع نادي تاني في مصر الفتره اللي جايه؟ اكيد طبعا، هو اكيد هو يعني تداول كلام كتير ان انا زمالك واهلي وبيراميدز، اكيد طبعا دول فرق كبيره جدا وشرف لاي لاعب طبعا مصري اللي هو يلعب في زمالك والاهلي وبيراميدز، بس الواحد دلوقتي بيركز مع فرقته، هنا فرقه برضه في الاتحاد لا تقل قيمه عن اي فرقه من الثلاثه دول، انا في نادي كبير طبعا بجماهيره بمدربه بمجلس ادارته، والحمد لله يعني احنا شكلنا شكل مختلف السنه دي، والواحد بيفكر دلوقتي اللي هو يبقى موجود في المنتخب بصفه اساسيه، ان هي مش فتره وتعدي، لا ان انا ابقى موجود بصفه اساسيه مع منتخب مصر. العروض اللي جات لك دي ورئيس النادي كلمك وقال لك انت جاي لك عروض من فرق كبيره في مصر وقال لك ان انا محتاجك في نادي الاتحاد، ما حاولتش تضغط تقول له انا عايز اخد تجربه جديده، ولا وقعت او جددت الاتحاد وانت راضي؟ لا طبعا اكيد طبعا ما حدش هيقعد غصب عنه يعني بس الحمد لله يعني، هو اكيد طبعا اي حد بيجي له عرض كويس او نادي كويس بيتمنى ان هو يبقى عايز يروح او عايز يخد تجربه جديده عشان منتخب مصر، والنظره مثلا للاهلي والزمالك والفرق الكبيره دي المنتخب مصر بالذات بتبقى نظره مختلفه شويه، فلكن انا في نادي كبير طبعا ومن خلال النادي اللي انا فيه نادي الاتحاد طبعا رحت منتخب مصر وتعرف مروان عطيه، فالحمد لله طبعا انا في نادي كبير بحمد ربنا وبشكر فضله يعني، والنادي ده برضو ليه خير عليا كبير جدا طبعا. تصريحات لفيريرا المدير الفني للزمالك قال لك انا عايز مروان عطيه بالاسم، لعيب متطور ولعيب عنده قدره ان هو يلعب في كذا مركز، الكلام ده بيفرق معاك معنويا؟ بيديك طاقه ايجابيه ان انت يتقال عليك الكلام ده؟ اكيد طبعا لما مدرب زي مستر فريرا يتكلم عليك كده بشكل كويس وماسك فرقه كبيره بحجم نادي الزمالك، اكيد طبعا دي بتديك دافع انك تشتغل اكتر وتتعب اكتر وتظهر بمستوى اعلى يعني. المنتخب، انضمامك للمنتخب كان مفاجاه ليك؟ والله لا هو ما كانش مفاجأة، عشان اولا في مدرب اجنبي، اكيد طبعا المدرب الاجنبي ما يعرفش مين ده او مين ده، او مروان قديم او مروان جديد او مروان بيلعب او مروان ما بيلعبش، فاكيد طبعا وبيبص على كل الماتشات، فدي طبعا بتدي حافز لاي لعيب اللي هو مثلا اما تعرف مثلا المدرب المنتخب المصري جاي يتفرج عليك النهارده بتبقى حافز كبير جدا طبعا ليك انك تأدي باعلى مستوى وتظهر بشكل كويس طبعا. انضمام اول مره للمنتخب عشته ازاي؟ واللعيبه استقبلتك ازاي؟ ومين من اللعيبه استقبلك؟ وهل كنت خايف برضه لما تروح تقابل لعيبه كبيره محمد صلاح وتريزيجيه وحجازي والشناوي وعمر جابر مش عايز انسى حد؟ لا اكيد كان ليك كان في رهبه من اليوم ده؟ لا طبعا هو بس الفرحه اللي كانت حلوه جدا انك تروح منتخب مصر الاول، شرف كبير جدا لاي لاعب، وانك تلبس بس فانله منتخب مصر شرف طبعا كبير جدا، والحمد لله طبعا انا لما رحت ما كانش فيه رهبه خالص، كنت حابب الموضوع، كنت عايز اخش تحدي جديد، اصرار جديد، ان اللعيب الكبير على طول لازم أن يبقى في تحدي، ما يبقاش واثق من نفسه ان انا لا انا هكمل، لا لازم تكون في تحدي عشان تبقى قد المكان اللي انت رايحه،
والحمد لله طبعا اتقابلت بشكل كويس، اولا من مستر فيتوريا اول حد استقبلني هناك واتكلم معايا بشكل كويس، قال لك ايه؟ قال لي ان شاء الله تبقى اضافه كويسه وتشتغل بشكل كويس. قلت له ان شاء الله انا بقد الثقه.